بمناسبة الحديث عن الأشياء المؤلمة، خبر مؤلم جدا النهاردة، طفل قتل داخل مسجد صعقا بالكهرباء في جريمة قتل وحشية وقعت داخل مسجد الرحمة في المرج. الجريمة قام بها خادم المسجد اللي احتجز الطفل، طفل يعني عنده تقريبا 14 سنة، احتجزه داخل مسجد الرحمة بالمرج، واستعان به خادم المسجد أو استعان بصديق لي صاحب كشك، وواجهه الطفل المجني عليه بسرقة تليفون واحد منهم، وأنكر الطفل قال لهم لا أنا ما سرقتش تليفون وإن أنا ما أعرفش حاجة عن التليفون. فقام خادم المسجد وصاحبه ومسكوا الطفل وصعقوه بالكهرباء عشان يعترف، لكن الطفل للأسف ما لحقش ومات. طبعا خبر مؤسف ويعني مؤلم بشدة، وأنه الجاني هو خادم مسجد كمان، يعني لا تعليق.